وينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبد الحفيظ النهاري. أهلا بكم جميعا سيد عبد الحفيظ النهاري. يقول الرئيس صالح أنه لن يستدرج إلى حرب أهلية. قصف منزل صادق الأحمر شيخ قبائل حاشد وتواصل الاشتباكات اليوم الثالث، في نظر البعض مؤشر أن اليمن على شفير حرب أهلية. نحن نتصور أن ما حدث منذ 3 أيام كان أفعال طائشة من أولاد الأحمر لا تستطيع أن تستوعب النتائج. سيد عبد الحفيظ، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد عبد الحفيظ، سنعود إليه ربما في سياق تغطيتنا للموضوع اليمني. سفير محمد قباطي، الخوف من حرب أهلية، هل له ما يبرره اليوم في اليمن أم أنه يستخدم كما يتهم الرئيس اليمني كفزاعة؟ في الحقيقة أنا أنتهي من حيث الكلمتين اللي قالهم الأخ عبد الحفيظ معبرة وأصابت كبد الحقيقة. التكتيك الآن الرئيس علي عبد الله صالح يريد أن يظهر أن هناك صراع على السلطة بين أسرتين، أسرة الرئيس علي عبد الله صالح وأسرة عبد الله بن حسين الأحمر الشيخ عبد الله، وهذا خطأ فادح جدا. هالمشكلة في اليمن، القضية في اليمن، هناك ثورة حقيقية ضد النظام بالكامل، تمام؟ وهي ثورة من ثورات الربيع العربي، إن لم تكن قد سبقتها ثورة، سبقت كل هذه الثورات ب5 سنوات عندما ابتدى الحراك في الجنوب. أهلنا وأنا من الجنوب ابتدوا الحراك من قبل 5 سنوات يعني، وبالتالي إظهار هذه المسألة كأنه صراع بين أسرتين هذا إحدى تكتيكات علي عبد الله صالح، وفجر هذا بغرضين. الغرض الأول أنه يحقق هذا الهدف بأنه صراع بين أسرتين، الهدف الثاني هو توجهه نحو خياره، وخياره هو أن يدفع اليمن إلى حرب أهلية ولكي يتشطط اليمن. ولكن ألا يخفي أبناء الأحمر أن لهم مطامح في الحكم في اليمن؟ يا عزيزي، شيء مشروع أنه يكون لهم مطامح في الحكم، لكن إظهار المسألة على أنه بهذا الأساس وبعدين الحديث أنه أنا لم أختار حرب أهلية، نحن الآن على أبواب حرب أهلية حقيقية كاملة، وهذا هو خيار علي عبد الله صالح. وكنت أخبر مارستون من قبل بس بكلمتين أنه خيار علي عبد الله صالح أسوأ وأخطر وأفظع من الخيار الشمشومي، عندما واحد يختار أنه يهد المعبد على هذا يريد أن يهد المعبد على الشعب اليمني وهو يرحل لكي لا يحاسب، يرحل مع أمواله وبعيدا عن المساءلة على الجرائم. ما هو تقييم الحكومة البريطانية للأزمة في اليمن التي تدخل مرحلة خطيرة؟ هل تخشى لندن من أن تنزلق صنعاء إلى أتون حرب أهلية؟ هل لديكم مخاوف؟ الظروف خطيرة جدا اليوم في اليمن، وطبعا هي المراوغة من قبل الرئيس ورفضه لإمضاء المبادرة الخليجية هي من العوامل التي أثارت المزيد من التوترات وهذه الأحداث الخطيرة الأخيرة. فمن الضروري أن علي عبد الصالح يتمثل برغبة الملايين من اليمنيين بإمضاء هذه المبادرة والسماح بتداول السلمي للسلطة من أجل أن اليمنيين أنفسهم يختارون رئيسهم. يعني أرحب من جديد بسيد عبد الحفيظ النهاري ضيفي من صنعاء. سيد عبد الحفيظ، الاشتباكات تدخل اليوم الثالث على التوالي، قصف منزل الأحمر وهناك عملية فرار بالألاف من صنعاء خوفا من الحرب الدائرة أو تلك الاشتباكات. ألا أشر كل ذلك كما ذكرت لك في السؤال الأول بأن البلاد تنزلق نحو أو هي على شفير حرب أهلية؟ ربما كان يراد جر البلاد إلى حرب أهلية، لكننا واعون لهذا الهدف ولا يمكن أن نسمح به. ذلك أن ما حدث من أعمال طائشة وتصرفات لا مسؤولة من عناصرهم المسلحة كانت أعمال غير مسؤولة، ويبدو أنهم يمتلكون أنه كان لديهم أجندة ما مرتبطة بالتوقيع على المبادرة. وربما أن عدم التوقيع على المبادرة لم يمنعهم من تنفيذ أجندتهم، ذلك أن التوقيع على المبادرة كان يعني تخلي الرئيس عن شرعيته الدستورية، وهذا ما لم يرتضيه الغالبية من الشعب اليمني الذين خرجوا احتجاجا على ذلك. وما حدث بعد ذلك من أعمال تخريبية من قبل العناصر أولاد الأحمر واحتلالهم لمقرات حكومية وتوسعهم وإعادة موضعهم في منطقة الحصبة هو عمل لا مسؤول، وربما كان
مسجلة. يعني أنت تصف هذا العمل غير مسؤول، تصرفات سيد عبد الحفيظ أرجو أن تسمح لي، تصرفات غير مسؤولة، تصرفات طائشة، لكن هل لا تعتقد أو قصف منزل الأحمر هل تعتقد أنه كان تصرفا حكيما والوسطاء كانوا يبحثون عن حل؟ أولا المسألة ليست كما يصورها، ليسوا بالحمل الوديعة بحيث نقبل هذه الرواية. ما حدث أنهم احتلوا واقتحموا عدة وزارات، وزارة التموين ودائرة السياحة والتأمينات ومرافق عدة هي على تخوم منزلهم، وما يزالوا يحتلونها حتى الآن. والقوات الحكومية تقوم بواجب استرداد هذه المقرات السيادية الحكومية من ناحية، وحفظ الأمن، أمن المواطنين الآخرين من ناحية، حيث أن سكان الحي الآن هم مختطفين من قبل أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة وغير قادرين على الخروج من هذه المنطقة، والقوات الحكومية تحاول أن تحمي هؤلاء وأن أيضا تستعيد المقرات الحكومية. نعم. هذه النقطة أو يعني هذه الفكرة وضحت. سفير محمد، يعني الرئيس الأمريكي طالب قواتي بوقف إطلاق النار، طالب أيضا أسر الشيخ محمد الانسحاب من المباني التي سيطروا عليها، لماذا لم يستجب أنصار الشيخ الأحمر إذن؟ أخي أنا أعود فقط، الأخ عبد الحفيظ هرب من سؤالك. لا بس عشان أقول يعني في وسطاء، يعني لا يمكن الثقة بهذا الرجل، يرسل الوسطاء ويحاول يقتل الوسطاء، بينهم مسؤول جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، هذا أحد رجاله قصف وهو داخل البيت، وبالتالي هذه المغالطات، هذا الرجل فقد الثقة بالكامل، لا يمكن التعامل معه بأي شكل. لماذا لم يستجيبوا لوقف إطلاق النار؟ يعني انسحبوا من المباني التي سيطروا عليهم، أي سلطة يمكن أن تقبل بأن يستولي كما يصفهم بالعصابات على مباني حكومية؟ لا، كان الوسطاء قادمين لأنه قتلوا حوالي 12 من المشايخ، وبالتالي الوسطاء جايين عشان يحلوا المشكلة، وأثناء وجود الوسطاء في منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر قصفوا وقتلوا. يا عزيزي نحن لا يجب أن ننظر الآن، البلد الآن على شفا حرب أهلية كاملة، ونحن نقول لأصدقائنا في الغرب ونقول لإخوتنا في مجلس التعاون الخليجي، يجب it's time to bite the bullet، يجب أن يتخذوا قرار. أنا أخذ الفكرة اللي قالها أخي لما قال بأنه المبادرة، نحن لا، الآن يجب عليه أن يوقع المبادرة ويرحل، ليس المبادرة في صيغة السابقة، الصيغة السابقة اللي قريب كشهر نحن سندخل في حرب. سيد باري مارستون، هناك سمعنا اليوم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشاد بالمبادرة الخليجية، طالب الرئيس اليمني بالتوقيع عليها للنقل السلطة إن لم يجري ذلك، هل ستدفع الحكومة البريطانية قضية اليمن إلى مجلس الأمن؟ في البداية يجب أن الرئيس علي عبد الله صالح يسمع نفس الرسالة من قبل العالم ككل، من بريطانيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية كذلك، من أجل أن نستخدم الأكبر درجة يمكن من النفوذ والضغوط عليه لإمضاء هذه المبادرة والسماح بتداول السلمي للسلطة. ما هي طبيعة الضغوط التي قد تمارس قبل أن تحول هذه القضية إلى مجلس الأمن؟ اليوم ضغوطنا تتمحور حول ضغوط دبلوماسية، ولكن نعم هناك إمكانية للنظر إلى وسائل أخرى، ولكن هذا لم تأتي من مبادرة أحادية بريطانية، بل عن طريق تنسيق وتشاور مع الأطراف الأخرى، فأنا لا أريد أن أستبق الأمور. لكن خيار مطروح باري، هل هو خيار مطروح ضمن الخيارات التي تبحث؟ الخيارات المختلفة مطروحة، ولكن نريد أن نتصرف بطريقة موحدة ومنسقة مع المجتمع الدولي من أجل ضغوط فعالة على الرئيس علي عبد الله صالح. كما نتابع في الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل مشاهدين، الموجهات تمتد إلى شارع المطار والسلطات تغلق المطار. سيد عبد الله حفيظ، النهار الأوضاع تتطور في اليمن، قد تنقل القضية إلى مجلس الأمن، قد تفرض عقوبات على الرئيس أركان حكمه وتتغير المعادلة، هل أنتم مستعدون لتحمل تبعات ذلك؟ نحن نتصور أن ما يحدث هو محدود في منطقة معينة ومحدود في فئة معينة مرتبطة بأولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة، وهذه الفئة وهذه الأفعال لا تمثل
شأنا عاما ولا تمثل مزاجا عاما. وكل الشعب اليمني يرفض مثل هذه الأعمال ولا يتطلع إليها ولا ولن يسمح باستمرارها.